الرئيس السيسي يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر ويشيد بالتضحيات التي قدمها الشهداء لحفظ أمن البلاد. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك مع قادة الدول العربية. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، السلطات المصرية تواصل العمل بمنفذ رفح بأقصى طاقة بأول أيام عيد الفطر لإدخال المساعدات إلى غزة. السادسة مساء الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم، نستهل هذه النشرة مع الزميل هشام عبد التواب. هشام إليك، تفضل. شكرا جزيلا حور، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وكل عام وأنتم بخير. شارك رئيس عبد الفتاح السيسي أسرى وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك والتي أقيمت في مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة. قد حرص رئيس السيسي على مصافحة عدد من الأطفال والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره. هذا وقال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الاحتفالية: إنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها. كل سنة وانتم طيبين جميعا، كل سنة وانتم طيبين، وأهلا وسهلا، وسعيد أن أنا ألتقي بكم، متشرف بوجودكم معنا هنا، و جميل قوي ان احنا في العيد في يوم جميل زي ده ان احنا نبقى مع الاسر، اسرنا، اسر اهل مصر اللي احنا بفضل الله سبحانه وتعالى موجودين هنا في المكان ده بالشكل ده بفضل تضحيات شهدائنا اللي هم ابنائكم وازواجكم وأبهاتكم. مش هننسى أبدا ده، هنبقى دايما يعني مش أنا بس، لا كلنا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة. وخلال مشاركته أسر وأبناء الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كرم رئيس السيسي عددا من أسر وأبناء الشهداء الذين ضحوا وقدموا أرواحهم فداء للوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبناء الشهداء في أجواء الاحتفال بعيد الفطر، حيث حرص السيد الرئيس على مصافحة أبناء الشهداء ومشاركتهم الألعاب وتوزيع الهدايا. كما توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك في مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال احتفالية عيد الفطر صفح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد الأطفال المصابين جراء العدوان على قطاع غزة ممن يتلقون العلاج في مصر، واطمأن السيد الرئيس على صحة الطفل مقدما له التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما صفح السيد الرئيس عددا من الأطفال المشاركين في حفل عيد الفطر المبارك. هذا كما شاركت عائلات فلسطينية من غزة الرئيس السيسي في احتفالية عيد الفطر المبارك، وحرص الرئيس السيسي على تهنئتهم بالعيد والاطمئنان على صحتهم.
أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، وحرص السيد الرئيس على وقوف عدد من أبناء الشهداء بجانبه وأداء الصلاة معه، كما أدى الصلاة إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي كبار رجال الدولة. أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنيته للأردن وشعبه بكل الخير والتقدم والازدهار. ومن جانبه ثمن الملك عبد الله الاتصال الكريم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يعيد على الشعبين المصري والبحريني الشقيقين الأمن والاستقرار والرخاء. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، حيث تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين أن يعيده الله تعالى على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يديم على شعبي مصر والعراق الشقيقين الأمانة والازدهار والتقدم. قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عيد فطر مبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير. حرصت القوات المسلحة على مشاركة أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك في تقليد يعكس مدى الترابط بين أسر الشهداء والقوات المسلحة المصرية. دايما فكراك، هنحافظ على وعودك مع أقرب مليك، ماشيين معاهم خطوة بخطوة، بنسمع منهم بنفهمهم، قلوبنا معاهم. دول مش بس ولادك، دول ولاد كل مصر. وزي ما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، بننتظر أي مناسبة نوصل بيها لكل أسرة بطل عشان نقدم لهم شيء بسيط يفضلوا فاكريننا بيه. هو الولد بقى كان حنية الدنيا كلها فيه، وذوق المجدعة والرجولة، سبحان الله زي ما يكون ابن جيش وابن موت، رجولة. فأنت فرحتي، وفي نفس الوقت أنت شرف ليا برضك وشرف للدولة كلها. سيادة الرئيس ده سبحان الله، والله 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 والله، وأنا صايمة، أنا بحبه حب هي من عند ربنا. والله أنا بشكر القوات المسلحة اللي بدعم من سيادتك يا رئيس، اللي ربنا يفديك ويهلك عدوينك ويبارك فيك ويعينك على المسؤولية اللي انت شايلها. ربنا يطول عمرك ويرفع شأن مصر على إيدك يا رب. بنشكر القوات المسلحة على الدعم لكل أسر الشهداء، وربنا يحفظ مصر ويحفظ الرئيس السيسي. نشكره على الاهتمام بينا، ونورتونا وتشرفتونا. كل سنة وانت طيب يا ست الرئيس، وبشكرك ان حضرتك ما نسيتناش ليا.
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كل سنة طيب. طيب. أنا بقول له أنت رحت في مكان أحسن وأنا متأكدة أنا في خير بيه، أنا في احترام بيه، أنا في تقدير بيه، أنا الدنيا كلها بتحترمني بيه، وبتمنى من ربنا برضو أن أشوف عوضك في عدي، وربنا يصبرني على اللي أنا فيه. أنا بشكر سيادة الرئيس على دعمه المتواصل لينا وعلى تكريمه، وبشكره جدا جدا ان دايما فاكرنا ومش نسينا ولا نسي ابنائنا. شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هقول للرئيس ربنا يبارك فيك ويعينك على اللي انت فيه، الشعب المصري كله معاك، احنا من غير الجيش بتاعنا ولا حاجه، فهم ربنا يحميهم ويسترها معاهم، هم دول ظهرنا بمعنى الأصح، هم دول رجالتنا. السيد الرئيس طبعا بكل فخر يعني هو المحرك الأساسي لكل الوطن، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقه في اللي جاي ويجعله إن شاء الله يعني زخرا للوطن. وأنا عندي استعداد يعني أقدم نفسي أولا قبل قوات الشهيد فدا الوطن. الوطن ده شيء كبير وحاجة يعني غالية علينا جدا. السلام عليكم. يا حبيبي. كل سنة وانتم بخير. وكان كويس، إنسان محترم، كان يعني الحمد لله أدب الدنيا، عمره ما زعلنا. هو ما شافش بنته ديت اللي هو 5 أيام بس، وحتى هو خارج راح موت على دماغه وبايظ. قال لها يا ترى لو شاش جهة تتقابل تاني؟ لو ما تقابلناش انت الدكتورة ملك محمود. نشكرك يا ريس، كل عيد بتفتكرنا ومش ناسينا. وبشكر القوات المسلحة برضو على طول بيقولنا وبيسألوا علينا، الناس محترمة والله، بيعملوا أحسن منك. كان نفسي أشوف بابا بس ما شفتوش. كل سنة وأنت طيب يا ريس، أشكرك إنك فاكرنا كل عيد. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو فاكرنا ومش بينسانا في اي مناسبه، حتى اول يوم مدرسه دايما بيبقى مع يعني بيبعت لنا ناس مع هبه. طبعا شرف ليا ولبنتي ولينا كلنا، سعداء جدا بوجودكم معانا. وحشتني قوي يا بابا. انا بشكرك يا سعاده الرئيس الهديه اللي انت جبتها لنا النهارده. اسم احمد يشرف في اي مكان يعني، حقيقي احنا دايما بنفتخر بيه، وهو دايما بقول ويبقى الاثر يعني احنا عايشين على ده. حابه اشكر سياده الرئيس، هو حقيقي احنا يعني مهتم باسر الشهداء ومهتم بالاطفال جدا جدا، ودي حاجه بتفرق معانا وبتفرق في نفسيه الاطفال قوي، هتبقى في ذاكره الاطفال حتى لما يكبروا. يعني انا دايما بقعد اقول لبيرلا يعني بصي سياده الرئيس، شوفي الاطفال، شوفي اولاد الشهداء بيتصوروا معاه، شوفي هو بيحبكوا ازاي. فاعتقد ان دي بتبقى ذكرى كويسه جدا للولاد لما يكبروا ويفتخروا بيها يعني. فخوره بابي عشان بيحارب كل الاشرار. بحبك يا سيسي، نفسي يجي هنا ويلعب معايا. ولو بطل الحكايه غاب، في مليون بطل بيتولد هيبنوا لمصر صرح الامان. فتحيه وجبه لكل وطني عايش بيفدي بروح وطني، ومصر هتفضل شايله جميل ولادها، لان مصر ما بتنسى الشهيد. مصر ما بتنسى الشهيد. تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، شاركت وزارة الداخلية أسر شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع هدايا السيد الرئيس عليهم تقديرا لتضحيات الشهداء في سبيل استقرار الوطن. رحل الشهداء بأجسادهم
وبقيت سيرتهم العطرة في وجدان الشعب المصري الذي يحمل لهم الوفاء والتقدير لما قدموه ليحيى الوطن في أمان واستقرار. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الاحتفاء مع أسرهم بالمناسبات والأعياد، وبمناسبة عيد الفطر المبارك قدم لهم هدايا سلمتها لهم مأموريات وجهتها وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية إلى أماكن إقامة أسر شهداء الشرطة. ويوم عن يوم وأنا بكبر بحس بحاجة طول الوقت نقصاني. كعادة الرئيس يعني عبد الفتاح السيسي هو كل سنة أنا بشوف وبتابع من زمان يعني اهتمامه بأسر الشهداء، وكنتش متخيلة أن احنا هنكون في يوم من الأيام أسرة من الأسر ديت، بس يعني طبعا حابين نشكره على اهتمامه ودايما بيفتكرنا في كل المناسبات وبيبعت هدايا للولاد ولينا. عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروح أنا فادتها مدى الحضن اللي ربى واللي قواني. أمان عليك يا أبويا وانت في الجنة، ما تنساش كل ثانية ولحظة تدعيلي. احنا بنحاول نعدي الأيام كده، بس الأيام بتبقى صعبة من غير، صعبة جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي الصراحة أقول له شكرا جدا، شكرا أن أنت دايما فاكرنا وأن أنت مش ناسينا. السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين. دي هدية بسيطة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر. وغصب عني أنا بضعف، لكن ما تخافش أنا هعرف برغم الحزن كمل عمري يا حبيبي. أنا مبسوطة جدا بدخلة الضباط علينا النهاردة، وده بالنسبة لنا عيد لوحده إن هم دخلوا علينا وشرفونا هنا، وإن سيادة الرئيس فاكرنا ومهتم بينا. كل سنة وأنت طيب، ومناسبة الولاية الجديدة ربنا يخليك لنا يا رئيس وما يحرمناش منك أبدا. أنا وعدتك في وقت البعد أكون جامدة وما ضعفش، وغصب عني أنا بضعف، لكن ما تخافش أنا هعرف برغم الحزن كمل عمري يا حبيبي. شكرا يا سيادة الرئيس على الهدايا اللي انت بتجيبها لنا، وان انت دايما بتفرحنا انا واخواتي، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد الفطر. ولو سألوك يا حبيبتي في يوم عني قولي لهم ان انا ابويا فدا ارضي، جريت على مصر قبل ما حتى تندمني. انا فخورة بيه والله، بس الصعب بقى الفراق، فراق صعب جدا. نشكر دخلة الضباط علينا في العيد، ونشكر السيد عبد الفتاح السيسي ان هو مهتم بنا وبيبعت لنا في كل مناسبة الناس تقدرنا وبتجيلنا، واحنا مش عارفين نقول له ايه اصلا، لان اي شكر مش هيوفي اللي هو بيعمله. انتم ولاد الابطال، وليكم في رقبتنا كل الخير والامان والسلام. وبمناسبة عيد الفطر المبارك، نظمت مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة رئيس مجلس الأمناء فضيلة الدكتور علي جمعة احتفالا بمسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة رئيس مجلس الأمناء فضيلة الدكتور علي جمعة احتفالا بعيد الفطر المبارك بمسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وحرص متطوع المؤسسة على التواجد بكثافة لأداء صلاة العيد ومشاركة الأهالي الصلاة والاحتفالات وتهنئتهم بالعيد. احنا النهاردة حابين كالعادة الحمد لله نشارك كل الناس، نقول لهم كل سنة وانتم طيبين. مصر كلها النهاردة بتفرح، مسلم مسيحي، احنا في الشوارع بره من قبل حتى ما نخش المسجد. حبينا نقول للأطفال كلهم كل سنة وانتم طيبين، حبينا نعيد على كبار بالكحك بالبسكوت، حبينا ندي عيدية لكل الناس ونقول لهم كل سنة طيبين. النهاردة حاولنا على قد ما نقدر احنا نفرح الأطفال الصغار زي ما حضرتك شايف، في ألعاب اتوزعت عليهم، في العيدية زي الخمسة جنيه والعشرة جنيه الجديدة اللي الأطفال بيفرحوا بيها، وعلى قد ما نقدر بنحاول نسعد الأطفال الموجودة. النهاردة كان يوم جميل واحتفالات بالعيد جميلة، وكنا بشوف يعني الأطفال بنحاول نخليها فرحانة، وكان في هدايا وفي حاجات بنوزعها للأطفال. بصراحة الأطفال النهاردة كانت كلها فرحانة جدا، وإحنا كمان كنا فرحانين معاهم، لأن هي مؤسسة بتحاول ترسم بسمة على وش الأطفال. ولاقت فعالية المؤسسة والتحالف الوطني استحسان وإشادة كبيرة من المواطنين، بجانب الفرحة التي رسمتها المؤسسة على وجوه الأطفال. النهاردة هروح عند تيتا وهاخد منها العيدية، باكل الكحك بتاعها، وهروح مدينة نصر عشان أتمرن هناك عند في النادي. بعمل حاجات كتير قوي في العيد، زي إن أنا ممكن أرميها عاديات، أكل أكيد في الكحك وأسقي في الشاي بلبن طبعا، ممكن أخرج بقى أروح النادي وألعب بقى هناك، بعمل كل حاجة. خدت العيدية امبارح من بابايا، والنهاردة هنروح النادي وهناكل كحك وبسكوت. احنا كنا بنجهز الالعاب للولاد، بنعمل لهم هدايا وبنقدم لهم عيديات، وكنا عاملين يعني جايبين كحك وبنقدمه للناس، وكنا بننظم الدخول والخروج بتاع المصلين. طقوس العيد رنجه، بنجيب رنجه وبنحمر بطاطس وبنعمل جنبهم سلطه، دي اشهر حاجه بنعملها في اول يوم في العيد طبعا بعد صلاه العيد والبلالين واللعب والخروج الجديد، وبنغني يعني بنحيي مظاهر الفرح والسرور بصفة عامة في البيت. العادات اللي بعملها في العيد، أهم حاجة زيارة أبويا وأمي وقرايبي، لو حواليا ناس طيبين يعني أكيد مطلوب مني نقف جنبهم. النهاردة احنا متجمعين العيلة كلها وهنسهر سوا بقى ونلعب ونهزر سوا. احنا النهاردة مبسوطين قوي، النهاردة عملنا صلاة العيد، اخدنا هدايا، توزيعات العيد، ناس عاملة حاجات. وتأتي هذه المشاركة من مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإدخال السرور والسعادة على المواطنين، استكمالا لسلسلة المبادرات التي نفذتها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة الجرح بتوزيع الهدايا والبالونات والحلوى على أهالي محافظة الفيوم بمناسبة عيد الفطر المبارك في نحو 9 ساحات مخصصة لصلاة العيد على مستوى قرى ومراكز المحافظة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. وشملت الاحتفالية أيضا تنظيم عدد من الكرنفال الترفيهية للأطفال، هذا فضلا عن عدد آخر من الأنشطة المتنوعة. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شاركت مؤسسة الجرح آلاف المواطنين من أهالي محافظة الفيوم الاحتفال بعيد الفطر المبارك بعدد من الفعاليات المتنوعة من خلال تواجد قيادات المؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها في نحو 9 ساحات مخصصة لصلاة العيد على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم. جايين النهاردة نحتفل مع أهالي الفيوم بمناسبة عيد الفطر المبارك. النهاردة جايين موجودين في 9 ساحات في محافظة الفيوم، جايين نشارك أهالي الفيوم فرحتهم بالعيد. النهاردة جايين نوزع هدايا على الأطفال وعلى أهالي المحافظة، بنوزع شوكولاتة حلوة، جايين نفرحهم ونبقى سعداء بيهم. النهاردة مؤسسة الجرحي تحت مظلة التحالف الوطني جايين النهاردة نشارك شعب الفيوم احتفالية عيد الفطر المبارك، جايين نشارك الأهالي الفرحة، وده مش جديد على مؤسسة الجرحي. النهاردة عيد علينا جميعا، كلنا كمصريين إن شاء الله سعداء مع بعض،
وده يعني نشاط بتعمله مؤسسة الجرح من 40 سنة حتى من قبل تأسيس المؤسسة بشكل مؤسسي على جهود فردية الحاجة جمال الجرح. النهاردة بنعمله بشكل مؤسسي، موجودين النهاردة في أكتر من 9 مناطق وساحات في المحافظة، بنعمل توزيع للهدايا، بننشر البسمة، بنهني المواطنين والأطفال، وكمان بنعمل لهم كرنفال للترفيه للأطفال إن شاء الله عقب هذه التوزيعات. احنا أهم حاجة عندنا نرسم الفرحة والابتسامة على وش الطفل ونسعدهم في يوم زي ده، واحنا هنكون مبسوطين واحنا بنكون مبسوطين واحنا بنعمل حاجه زي دي. وحرص متطوع المؤسسه على التواجد بكثافه لاداء صلاه العيد ومشاركه الاهالي الصلاه والاحتفالات، بالاضافه الى توزيع بعض الهدايا من الحلوى والبلالين على الاطفال وتنظيم الكرنفالات الترفيهيه لهم. في حاجات حلوه، في بلالين وفي بسكوت شفناه كتير فعلا، وفي يعني في حركه شويه العيد دوت، في حاجات كتير اتوزعت حلوه بصراحه يعني. البيزا بسكوت وبونبوني وبلالين، وكانوا بيرسموا على الشنط. الناس كلها مبسوطه، الناس كلها نازله، يعني الحمد لله رب العالمين، ويا رب يعدها دايما ايام بالخير واليمن على كل الامه الاسلاميه. النهارده كان يوم جميل بمناسبه عيد الفطر المبارك، ومجموعه من الناس كبيره قوي، كميه كبيره قوي بسم الله ما شاء الله، كانت جميله وفرحتنا جميله النهارده. يا رب يعيدوا علينا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. ولاقت فعاليات مؤسسة الجرح استحسان وإشادة كبيرة من المواطنين، حيث رسمت الفرحة على وجوه الأطفال وأدخلت السعادة على المواطنين. وفي محافظة كفر الشيخ قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع الهدايا والحلوى على المواطنين والأطفال بأنحاء المحافظة. يأتي ذلك في إطار دور التحالف لدعم المواطنين ومشاركتهم في جميع المناسبات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وفي محافظة القليوبية قام أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع الهدايا على المصلين بعد أداء صلاة العيد، وذلك استمرارا لدور التحالف المجتمعي في أنحاء الجمهورية ومشاركة المواطنين فرحة أول أيام عيد الفطر المبارك. كما قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة الإسماعيلية بتوزيع الحلوى والألعاب على المصلين بعد أداء صلاة العيد بمحافظة الإسماعيلية. يأتي ذلك في إطار دور التحالف لدعم المواطنين ومشاركتهم في جميع المناسبات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وفي أول أيام عيد الفطر المبارك شهدت الحدائق والمتنزهات إقبالا كبيرا من المواطنين. كاميرا إكسترا نيوز رصدت أجواء البهجة الخاصة بالاحتفال في الحدائق العامة، نتابع. مع إشراقة أول أيام شوال يملأ السرور القلوب وتحل البركات والخيرات فرحا بالعيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، ثلاثة أيام تفوح في أرجائها البهجة الممزوجة بضحكات الأطفال ودفء العائلة الذي يزداد جمالا بكسوة العيد الجديدة يرتديها الكبير والصغير في متنزهات وحدائق باتت زيارتها موروثاً وتقليداً نحيي به مشاعر فرحة العيد وبهجته. المكان جميل، وفكرة التطوير اللي حصل في الفترة الأخيرة صراحة للجنينة خلاها فيها بهجة وفيها أمان للأطفال، وفكرة أن يكون فيها مكان فيه خضرة وفيه متنفس يلعبوا ويخرجوا طاقتهم، ده شيء مهم ومفيد جداً خاصة في فترة الأعياد أن إحنا بقى اللي بنكون فاضيين لهم، فبصراحة هي فرصة أكبر لينا. الحاجة اللي هنا عجباني هنا الجنينة حلوة والدنيا حلوه والناس كلها كويسه وفي امن وامان هنا، وهنا عندك اللهم صل على النبي البتاع هنا الحديقه بتاعه الملاهي والحاجات ديت، العيل عندي اولادي بيحبوها وقرايبي وحبايبي كلهم بيجوا معايا هنا يتفسحوا معايا هنا، بنجيها كل سنه والمكان ده تمام، وفيها زي ما حضرتك شايف العاب وفيها كل شيء وفيها كل حاجه حلوه. بنيجي الصبح هنا بنقعد كده بنعيد على بعضنا في الاول، حتى واحنا داخلين بنعيد على الناس بنعيد على بعضنا، وبعد كده بناخد جوله كده في الحديقه عشان نشوف الاماكن اللي هي موجوده نعرف نقعد فيها، وبعد كده بنروح نبص بصه كده على الملاهي ونرجع تاني ونقعد زي ما حضرتك شايفنا كده نقعد نفطر وبعد كده نروح تاني الملاهي. هو هنا فيه هدوء
واخد بال حضرتك، ومفيش اساسا حد بيضايق حد. العيد في مصر حاجة تاني اكيد، وده اول عيد لي هنا يعتبر، مع اني بدرس صلي سنتين هنا. يعني مصر في حاجة تانية عن جد، تجربة جميلة. احنا جايين بندرس في الزقازيق وجايين هنا بالقاهرة نغير جو، ويعني اجواء القاهرة غير صراحة، والعيد هون يعني كثير حلو. الاجواء في العيد في مصر يعني حاجة تانية قوي، يعني غير اليمن، يعني في ناس كثير يعني محويين العيد وكذا. والله مصر ام الدنيا طبعا، والاجواء فيها تمام كويسة، افضل يعني العيد. أجواء من السعادة عمت بالحدائق والمتنزهات العامة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين اعتادوا التنزه بالمساحات الخضراء والتمتع بنسمات الربيع المرافقة لأيام عيد الفطر المبارك. احنا دايماً بنسعى ان احنا نخرج من الإطار الرسمي وإطار الأماكن المقفولة، الأماكن المفتوحة، وهي صراحة في المحيط بتاعنا تعتبر من أمتع الأماكن اللي احنا بنستمتع بيها. جينا الصبح صلينا العيد، وبعدين روحنا البيت فطرنا وجينا الجنينة انا وبابا وماما اخواتي، وقعدنا نلعب كرة، الجو هنا حلو جدا، ويعني قاعدين عمالين نلعب والجو جميل وفي زرعة، فالجو مريح جدا هنا، احسن من الكافيهات والكلام ده. فيعني صراحة انا حابة الجنينة هنا جدا. نزلنا النهاردة علشان نصلي العيد وعشان نفرح احنا واصغر فرد في العيلة، وكمان علشان نشوف بقى الاجواء في الحديقة والاطفال هما بيلعبوا. احب اجي بورسعيد كتير، يعني كتير جدا، جيتها كذا مرة، جوها جميل جدا، وبحب نقعد على البحر، بس أول مرة أجي في العيد، يعني أول مرة أحضر في العيد. لازم كل عيد لازم أجي أقضي العيد في بورسعيد وأستعيد الذكريات وإحنا صغيرين وإحنا أطفال وإحنا شباب. يأتي العيد محملا بذكريات نابعة من عادات وتقاليد توارثتها الأجيال المتعاقبة، أهمها التنزه بالحدائق وسط الطبيعة. ولا تعم الفرحة بين أفراد الأسرة إلا بالقيام بهذه العادات خلال إجازة عيد الفطر. أعاده الله عليكم باليمن والبركات. هذا كما رصدت إكسترا نيوز أجواء احتفالات المواطنين بأول أيام عيد الفطر المبارك في ممشى أهل مصر. المزيد نتابعه مع الزميل تيموثي إيهاب. تحياتي مشاهدينا وتحياتي الزملاء. ما زال نيل القاهرة مقصدا هاما للمواطنين والمعيدين المحتفلين بعيد الفطر المبارك لعام 2024. تحدث عن اليوم الأول لعيد الفطر، حيث أقبل عدد كبير من المواطنين والمعيدين على ممشى أهل مصر هنا على نيل القاهرة، حيث يوفر ممشى أهل مصر يعني عددا من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها من كل ما يحتاجه المعيد وكل ما يحتاجه المتنزه في هذا اليوم، يوم عيد الفطر المبارك. فيوجد هنا الكثير من المطاعم والمقاهي التي تقدم المأكولات والمشروبات المتنوعة لزوار الممشى، كما يوفر الممشى نزهة نيلية سواء سيرا على الأقدام في أقرب نقطة لصفحة المياه، مياه نهر النيل العظيم، أو حتى وجود عدد من القوارب التي تقل المتنزهين في جولة نيلية يتمتعون فيها بهذا النهر الخالد. يعني يمكن الساعات الأولى من الصباح عقب أداء صلاة العيد كانت تشهد إقبالا خفيفا على ممشى أهل مصر، ولكن بمرور الوقت ومرور الساعات ازداد عدد المقبلين على الممشى. بالطبع يعني ساعات الصباح يتجه بعد الصلاة المواطنون لبيوتهم لنيل قسط من الراحة، وكذلك يقضون الساعات الأولى في الزيارات العائلية والجو الأسري الذي تتميز به مصر، ومن بعدها يتوجهون إلى المتنزهات المختلفة وأماكن الخروج مثل ممشى أهل مصر الذي يقدم تجربة متكاملة للمواطنين والمعيدين المصريين وغير المصريين، حيث يعني هذا الممشى هو مقصد لعدد من الجاليات الأجنبية والعربية التي لاحظنا وجودها بشكل كبير هنا في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يعني يخوضون هذه التجربة المختلفة كما قال كثير منهم. ربما كانت هذه الصورة من هنا من ممشى
أهل مصر في عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بخير، وأعود بالكلمة إلى زملائي في الاستوديو. وفي حديقة ابن صندر كذلك رصدت كاميرا إكسترا نيوز أجواء احتفالات المواطنين بأول أيام عيد الفطر المبارك. المزيد ورسالة الزميلة مرنا عادل. مشاهدينا الكرام، نرحب بحضراتكم وكل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. منذ الصباح وبدأت الأسر التوافد على مختلف الحدائق هنا بمحافظة القاهرة، وهذه هي الأجواء التي دائما ما نجدها خلال الأعياد والمناسبات. دائما ما يحرص المواطنون على الخروج إلى الحدائق والمتنزهات العامة، خاصة مع اعتدال الجو وسطوع الشمس في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك. دائما ما نجد أن الأسر تقبل على الحدائق، تقبل على المتنزهات العامة لاستنشاق الهواء والتمتع بهذه الأجواء الرائعة، وأيضا اللعب للأطفال، ويعني كل الإمكانات التي توفرها لهم المساحات الخضراء. نتواجد مع حضراتكم الآن في أحد أهم المتنفسات في حي الزيتون، وهي حديقة ابن صندر. هذه الحديقة التي لها مساحة يعني كبيرة وواسعة تقريبا 12 ألف متر مربع، وهي تقع في وسط حي الزيتون، والذي يعني تعتبر يعني هذه الحديقة من أهم المتنفسات في هذا الحي وأكبرها. أيضا كون هذه الحديقة قريبة أيضا من عدة أحياء، لذلك هي لا تخدم فقط حي الزيتون ولكنها تخدم أيضا حي مدينة نصر وحي مصر الجديدة، ما يجعلها من أهم مقاصد الأسرة المصرية خلال عيد الفطر المبارك. بعد صلاة العيد مباشرة بدأت الأسر تتوافد إلى هذه الحديقة كما يقولون للاستمتاع باليوم من أوله في هذه الحديقة في هذه المساحات الواسعة. أيضا كون هذه الحديقة مقسمة إلى عدة حدائق صغيرة، فهي تعطي للأسرة حالة من الخصوصية. يمكن أن تأخذ كل أسرة حديقة صغيرة داخل يعني هذه الحديقة للعب وأيضا يعني التنزه، وتعطيهم جزء من الخصوصية. كما أيضا أن مساحة الحديقة الواسعة تمكن الأطفال من اللعب وممارسة كل الأنشطة وقيادة العجل وعمل كل الأنشطة الرياضية التي يريدونها، واللعب بالكرة، وكذلك كل يعني الأنشطة التي يحبها الأطفال خلال الأعياد. فهي تمثل من أنها كونها يعني مساحة كبيرة، فتمثل مقصدا هاما ومكان يجتمع فيه كل أفراد الأسرة مع الأعياد والمناسبات. وعلى مدار الساعة تفتح هذه الحديقة أبوابها بسعر رخيص جدا للتذكرة، تقريبا 15 جنيها هي سعر التذكرة خلال الأعياد وخلال الأيام العادية. تفتح أبوابها بداية من 9 صباحا وحتى 10 مساء طوال اليوم لكل الأسر المصرية ولكل الأطفال ليتوافدوا عليها ويستمتعوا بهذا الجو الرائع وأيضا بالمساحات الخضراء والورود. وجدير بالذكر أن هذه الحديقة خلال الفترة الماضية يعني خضعت لتطوير كبير، وخضعت أيضا لتعديل في مختلف يعني الجهات، لتكون على قبة الاستعداد مع يعني هذه الأعياد وحلول عيد الفطر المبارك لاستقبال الأطفال وتقديم أفضل خدمة لكل الزائرين. وبالحديث مع الزائرين يعني تحدثوا عن أن التطوير الذي حدث في هذه الحديقة تطوير كبير جدا، أنها الآن أصبحت من أهم المتنفسات التي يقبلون عليها، خاصة مع الأعياد والمناسبات يستمتعون بكل شيء هنا داخل الحديقة بالزهور والورود والأشجار التي أيضا تم زرعها حديثا وتم استحداثها هنا داخل الحديقة بمدينة الألعاب الصغيرة التي تتواجد هنا داخل الحديقة التي يقبل عليها الأطفال وكل الإمكانيات، وأيضا عامل الأمان الذي يوجد داخل الحديقة وأيضا عامل الخصوصية كما ذكرنا. لذلك على مدار اليوم ومختلف أيام عيد الفطر المبارك تشهد هذه الحديقة إقبالا حالها كحال مختلف الحدائق هنا في محافظة القاهرة في مصر عموما. فدائما كما ذكرنا يحرص المواطنون على الإقبال لهذه الحديقة وكل الحدائق للتنزه وقضاء أجازة عيد ممتعة. هذه الصورة من حديقة ابن صندر بحي الزيتون، وبالعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. وفي الحديقة الدولية أيضا رصدت إكسترا نيوز أجواء احتفالات المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك. المزيد نتابعه مع زياد قاسم. تحياتي لكم مشاهدي إكسترا نيوز من هنا من داخل الحديقة الدولية بمنطقة مدينة نصر، حيث نتابع معكم أجواء أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وكل مشاهدي إكسترا نيوز بكل خير، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أمس هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وأن اليوم هو الأول من شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك. منذ قليل انتهت صلاة العيد والتي كان من المقرر أن تقام في
تمام الساعة 5:59 ومن ثم توجه المواطنين إلى المتنزهات والحدائق. ونحن الآن نقف داخل أهم المتنزهات والحدائق وهي الحديقة الدولية بمنطقة مدينة نصر. وكما ترصد كاميرات إكسترا نيوز الإقبال الكثيف على الحديقة منذ الساعات الأولى لفتح الحديقة أبوابها أمام الجماهير، حيث أن الحديقة الدولية أحد أكبر الحدائق داخل محافظة القاهرة والتي يقصدها المئات بل الآلاف من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك. تحتوي الحديقة على العديد من الأنشطة المختلفة كحديقة الحيوان والملاهي والمسرح والألعاب المائية وغيرها من الأنشطة الترفيهية المختلفة. أيضا تحتوي على المساحات الخضراء الكبيرة والمطاعم المختلفة التي تناسب جميع الفئات المختلفة والتي يقصدها الحديقة الدولية كمتنزه حضاري يقضون فيه أول أيام عيد الفطر المبارك. هذه هي أجواء أول أيام عيد الفطر المبارك من داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر. والآن نعود إليكم في الأستوديو، تفضلوا. تنقل قناة لناس صلوات وتكبيرات العيد من 23 دولة على مدار يومين بمشايخ وأئمة مصريين مفدين من وزارة الأوقاف، ومن هذه الدول ألمانيا وسويسرا وفنزويلا وكندا وأستراليا ومدغشقر وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وإيطاليا وبوليفيا. هذا وأدى المسلمون في مدغشقر صلاة عيد الفطر بمشايخ وأئمة مصريين مفدين من وزارة الأوقاف، حيث توافد المصلون إلى المساجد لأداء الصلاة. ونقلت قناة الناس تكبيرات عيد الفطر المبارك من دولة مدغشقر مع الشيخ العربي عبد القادر. أدى المسلمون في ألمانيا صلاة عيد الفطر بمشايخ وأئمة مصريين موفدين من وزارة الأوقاف، ونقلت قناة الناس صلاة وتكبيرات عيد الفطر المبارك من ألمانيا مع الشيخ محمد لطفي نجاتي. كما أدى المسلمون في فنزويلا صلاة عيد الفطر بمشايخ وأئمة مصريين موفدين من وزارة الأوقاف، حيث توافد المصلون إلى المساجد لأداء الصلاة. ونقلت قناة الناس تكبيرات عيد الفطر المبارك من دولة فنزويلا. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يواصل منفذ رفح البري عمله في أول أيام عيد الفطر المبارك لتسهيل دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين في أول يوم للعيد. كما يستمر المنفذ والسلطات المصرية في العمل بأقصى طاقتهما لإدخال المساعدات للقطاع. هذا وأفاد مراسلنا بعبور 365 شاحنة مساعدات لقطاع غزة من منفذي رفح وكرم أبو سالم اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وحتى الآن. وأضاف أنه تم عبور 85 شاحنة مساعدات غذائية لقطاع غزة من منفذ رفح، هذا فضلا عن عبور 280 شاحنة مساعدات غذائية من معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات غاز إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح حتى الآن. كما استقبل معبر رفح حتى الآن 19 مصابا فلسطينيا.
وللمزيد عن عمل منفذ رفح البري في أول أيام عيد الفطر المبارك لتسهيل دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة بأقصى طاقته تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وأفانا مراسل إكسترا نيوز الزميل إبراهيم عزت من منفذ رفح البري بهذه الرسالة. نتابع. إذن مشاهدينا الكرام، على مدار 24 ساعة يعمل معبر رفح البري لتمرير المساعدات الأكبر من المساعدات الإنسانية والإغاثية، عدد كبير من الشحنات المحملة بآلاف الأطنان المتمركزة في الجهة المقابلة تماما لمعبر رفح تستعد وتأخذ وضع الاستعداد استعدادا لعبورها لمعبر رفح، وأيضا هناك اصطفاف للإسعاف المصري بدوره الذي يعمل اليوم بحلول اليوم الأول من عيد الفطر لاستقبال الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. هذه المستشفيات التي يتم يعني علاجهم داخلها، نتحدث عن الشيخ زويد، بئر العبد، وأيضا مستشفى العريش العام، وإذا تطلب الأمر هناك عدد من الأشقاء الذين سافروا إلى محافظة الإسماعيلية، وأيضا مستشفيات القاهرة التي فتحت أبوابها لتلقي العلاج للأشقاء الفلسطينيين في أعمار مختلفة. نتحدث أيضا مشاهدين الكرام عن التنوع الذي تحويه الشحنات الإغاثية هنا في معبر رفح. المواد الطبية تأتي على رأس هذه الأولويات، وأيضا نتحدث عن المواد الغذائية، آلاف الأطنان تكون محملة أعلى هذه الشحنات لعبورها إلى الجانب الآخر. ولكن هناك مرحلة يعني فيما يخص مرحلة الفحص والتدقيق من قبل قوات الاحتلال في يعني المعابر، نتكلم على طريقين بتسلك هذه الشحنات، يعني أحدهما بنتكلم على معبر كرم أبو سالم أو العوجة، وهناك عدد من الإجراءات الخاصة التي تنتقل من القيادة هنا في مصر بدورها التي تقوم بنفاذ العدد الأكبر من المساعدات، ولكن يتم فحص ويعني بحث ما بها من محتويات في المساعدات، وهناك بعض الشاحنات بالفعل تعود مرة أخرى محملة كما جاءت وكما دخلت من هذا المعبر، يتم رفض دخول هذه المساعدات وهذه الشاحنات تحديدا، وهناك البعض الآخر وهو العدد الأكبر هناك يتم تفريغ هذه الحمولة وتعود مرة أخرى للاصطفاف وهي فارغة استعدادا لملء هذه الشحنات مرة أخرى، ومن ثم دخولها معبر رفح استعدادا لنقلها إلى الأشقاء في قطاع غزة. بصورة عامة هناك طفرة في الأرقام التي يشهدها معبر رفح فيما يخص دخول المساعدات، مئات الشحنات المحملة بآلاف الأطنان، هناك يعني رقم يعني تستهدف الدولة المصرية دخول 300 شاحنة يوميا بحسب تصريح رئيس الهيئة للاستعلامات السيد ضياء رشوان قبل أيام معدودة. ولكن الحقيقة ما نرصده بكاميرا إكسترا نيوز هناك يعني تعدي لهذا الرقم بأكثر من 100 شاحنة، يعني في أول أمس شهد دخول ربما 410 شاحنة متنوعة، وأيضا اليوم بنتحدث على مئات الشاحنات التي دخلت في أول أيام عيد الفطر المبارك، في دلالة واضحة لتوجيهات الرئيس السيسي المتعلقة بتمرير ونفاذ المساعدات الأكبر للأشقاء طوال هذه الفترة تحديدا بحلول عيد الفطر المبارك استعدادا لنقل هذه الشحنات إلى الأهالي في قطاع غزة. هذه هي الصورة، مجددا سأعود إلى الزملاء في الاستوديو. يعد الجهد الإغاثي المصري في قطاع غزة هو الأهم والأكبر، حيث مثلت نسبة المساعدات المصرية للقطاع نحو 87%. المزيد في سياق هذا التقرير نتابع. انطلاقا من إيمان راسخ بأن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من التاريخ والوجدان المصري، لم تدخر مصر جهدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لضمان استمرار نفاذ المساعدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. مصر التي لطالما اعتبرت القضية الفلسطينية هي قضيتها الأساسية،
حرصت على استدامة العمل في معبر رفح على الدوام رغم القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني منه في أكثر من مرة، وعلى الرغم من كافة العراقيل والقيود التي تحاول إسرائيل فرضها، فإن مصر ظلت ملتزمة بضمان دخول المساعدات لقطاع غزة، وضغطت في البداية عبر ورقة مزدوج الجنسية لضمان نفاذ المساعدات. القاهرة حرصت أيضا على إقامة سلسلة من المخيمات في جنوب قطاع غزة، كان آخرها مخيم خان يونس لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين من وسط وشمال قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية. كما حرصت القاهرة كذلك على تفعيل جسر جوي إنساني، حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية. وعلى مدى الشهور الماضية تواصلت الجهود المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية تزامنا مع استمرار وصول طائرات الإغاثة لمطار العريش الدولي. الجهد المصري على المستوى الإغاثي والإنساني في قطاع غزة كان الأهم والأكبر، حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من إجمالي المساعدات التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي نحو 87%، وهو ما يؤكد أن دعم القضية الفلسطينية بمثابة عقيدة راسخة في الوجدان المصري. وصفت روسيا المؤتمر الذي تنظمه سويسرا حول السلام في أوكرانيا في 15 من يونيو المقبل بأنه مشروع الديمقراطيين الأمريكيين وحزب الرئيس جو بايدن. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن روسيا لن تحضر المؤتمر، مشيرة إلى أن الديمقراطيين يقفون وراء تنظيم المؤتمر للإشارة إلى أن مشروعهم في أوكرانيا لا يزال من قضايا الساعة. أكد رئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقاء مع رئيس تايوان السابق مانغ جو أن التدخلات الخارجية لن تستطيع منع إعادة توحيد الجزيرة مع بر الصين الرئيسي. وبدأ الرئيس التايواني السابق المؤيد لتهدئة مع بكين وتولى السلطة لولايتين من 2008 إلى 2016 زيارته إلى الصين في الأول من إبريل، وصفها بأنها رحلة سلام لخفض التوترات مع بكين. رياضيا، تستأنف اليوم مباريات الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره برشلونة الإسباني، ويستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني. صراع ناري على طريق الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث مباراتان أخريان في دوري ربع النهائي. ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس سيكون شاهدا على مواجهة مرتقبة، حيث يستضيف باريس سان جيرمان برشلونة لحساب مباراة الذهاب. البي اس جي تأهل إلى المجموعة الحديدية التي ضمت ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، ويحافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في آخر 27 مباراة بجميع المسابقات قبل أن يستقبل برشلونة. على الجانب الآخر، يسعى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة لمواصلة صحوة الفريق في الفترة الأخيرة، حيث يدرك البارسا أن دوري الأبطال هو فرصته الأخيرة لإنقاذ نفسه من الخروج بموسم صفري بعد خسارة كأس الملك وكأس السوبر مع التأخر عن ريال مدريد في الليغا.
وفي مواجهة ثأرية يحل بروسيا دورتموند ضيفا على أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية بدور الأبطال. الأتلتي تحت قيادة دييغو سيميوني يريد استغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق أكبر نتيجة ممكنة تضمن له اللعب دون ضغوط في لقاء العودة. أما دورتموند الذي خرج من سباق المنافسة على لقب الدوري الألماني فيأمل في مواصلة مغامراته في دور أبطال أوروبا وتحقيق اللقب الذي توج به من قبل في عام 1997 بينما حل وصيفا في نسخة 2013. وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، والآن نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر ويشيد بالتضحيات التي قدمها الشهداء لحفظ أمن البلاد. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك مع قادة الدول العربية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، السلطات المصرية تواصل العمل بمنفذ رفح بأقصى طاقة بأول أيام عيد الفطر لإدخال المساعدات لغزة. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، كنا معكم في هذه النشرة الزميلة حور محمد وأنا هشام عبد التواب. إلى اللقاء.